دولة ايه عربية فيها مدينة بني غازي. كيف دولة عربية؟ هو نعرفها دولة دولة عربية. عربية، دولة عربية فيها مدينة اسمها بني غازي، فيها مدينة اسمها ايوه خليك معي، فيها مدينة اسمها طرابلس، فيها شيء يسمى جيش شيخ المجاهدين اللي أخرج الاستعمار الإيطالي اسمه عمر المختار. فما هي هذه الدولة؟ عم شوي شوي، يلا عدينا حروفها. أعطيك حرف ايوه اللو إي وإب، يلا اللو إي وإب، يلا باي آخر. الو ايه من وين هي؟ السعودية. حبيبي بالسعودية سألتك بالله، عندكم مدينة اسمها بني غازي؟ ما ادري، ممكن والله ما ادري. عندك شو ما ادري، اتق الله، في مدينة بالسعودية اسمها بني غازي، في مدينة اسمها طرابلس، يا أخي أنا بقول لك دولة دولة. شو حروف؟ حروفها كم حرف؟ 6 حروف، ال وإي وإب ويا، يلا ال وإي وإب ويا، يلا يلا. طرابلس. لك يا أخي فيها مدينة اسمها طرابلس، نعم هي عاصمتها طرابلس. الكويت. لا يا حبيبي مع معك عم اقول لك الاحرف يا ابني، قل له ايه يلا ركبها، قل له ايه يلا، شو قل له ايه، اللوكي. قل له ايه واب وياء والف، قل له ايه لي واب ليب 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 ليب، لب لب. ايوه 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 لب ايوه لب وش دولة فيها لب؟ لبنان. يا اخي يا اخي سالتك بالله، لبنان يا اخي عاصمتها بيروت حبيبي، انا هذه الدوله عاصمتها طرابلس، اخ منك والله يا اخي. ليبيا ليبيا، قال ما سمعت بليبيا، لا ليبيا والله ما اعرف، والله ما اعرف. تحلف بالله، ما جيت، انا ما عمري جيت اشوف إيه ما عمرك جيتها، بس ليبيا ليبيا. ولا كيف وانت كيف كيف بدك تحكي له تصبح عنكم طيار كابتن، فهمني فهمني يا اخو؟ يا اخي كيف فهمني، تحكي له؟ كيف لو تحكي له انت الان عنكم فوق كنت؟ ليبيا،